سهام الحيل مديره المهرجان الاقليمي لحنا اذا وزال المدينه ديال تارودانت. اليوم احنا في المدينه ديال اكادير بحيث ان تم نقل احد الانشطه المهمه للمهرجان المدينه ديال اكادير، فندق سوفيتيل الفاشن شو في نسخته الثانيه. هذا الفاشن هذا اللي غادي تعتبر من بين الانشطه المهمه اللي غادي تدار في اكادير واللي غادي تكون خيريه واجتماعيه انسانيه بامتياز، غادي تبنى كل سنه حاله انسانيه. وكيف ما اليوم شفتوا اليوم تبنى هاد السنه هاد النسخه تبنينا حاله انسانيه للطفل اسامه بمنطقه ديال تراس كيعاني بمرض الثقب على مستوى القلب، خاصه واحد زوج عمليات. وبالتالي قلنا علاش لمالا هذا الفاشن شو بالفنانه بليزانفيتي بالمصممين اللي مشاركين معنا، اننا نهديو هذا الحدث هذا المداخل ديالو نهديوه للطفل اسامه. وعلاش لا كاع لي زيفينمون اللي كيداروا في جهه اسامه ستكون يخليو ماشي ما فيها بس واحد نشاط من بين الانشطه يخليو للاعمال الخيريه، باش لان كاينين حالات كاينين الناس محتاجيننا نساعدوهم. فشكرا بزاف للفنانين اللي فتحوا لنا قلبهم فتحوا لنا بابهم، وافقوا صويري اش كاين يوسف اوتول امينه كرم زهره حسن اوركسترا عادل بلحو. شكرا اوتيل سوفيتيل على الدعم ديالو الانساني، وكذلك اوتيل مبروك بينوا على انهم فنادق يعني مواطنه بحيث انهم دعمونا معنويا في هذه الحاله هذه. شكرا للمنبر ديالكم الوانكم، شكرا لجميع المنابر اللي دعمونا باش اننا ننجحوا هذه الحاله، وان شاء الله ننجحوا في الحاله ديال اسامه في 2019 و2020 تبناو حاله اخرى، وهذا الشيء اللي قدرنا عليه الله، وكنتمناو ان الناس يقبلوا علينا وتدوز كل شيء الامور بخير وعلى خير. المنظمه لمهرجان الحنة اللي واصل دابا الدوره ديالو الرابعه واللي كنضربوا الحدث يوم 29 شتنبير فاشن شو الحنة، عرض ازياء لمصممين داخل المغرب وخارج المغرب بحضور طبق فني متنوع واسماء وازنه مثل السي عبد الرحمن السويري، مجموعه اشكاين، امينه كرام، يوسف اوتول، زهره حسن اللي مشكورين. والطبق غيكون فيه تتويج ملكه الحنة للدوره الرابعه. وجهنا عدة نداءات الفنانين الأمازيغ اللي كبار، يعني ملي كنقول كبار يعني وازنة هنا في أكادير، واللي كان عندنا معاهم احتكاك وهذا، يعني كيعرفوا الجمعية وكيعرفوا هذا، وصفتنا الحالة الإنسانية وصفتنا الأوراق وصفتنا كل شيء واتصلنا بهم. ولكن كاين اللي الرد ديالو لا أنا ما كاينش، الرد ديالو لا خصك تعطيني تعويض، كل واحد اش كيقول. مهم اضطرينا أننا نديروا فنانين اللي قبلوا معنا مثل السويري مثل أشكاين مثل زهرة حسن اللي دابا كتمثل الأغنية الأمازيغية وهي مشكورة من هذا المنبر ألوانكم لأنها لبت طلب دعم.